أسعد الله أوقاتكم. عاش المغرب في عهد الحماية الفرنسية أوضاعا من التحولات الصعبة يوازيها شخصيات لها قدرة كبيرة من التعايش مع كلا الحبلين، حبال الاستعمار الطويلة والمتشابكة وحبل المخزن القصير المدى. المهدي الحجوي باشا مدينة وجدة، والذي يحمل في شخصيته جبة الفقيه والمؤرخ والأديب ورجل السياسة، الباشا القاسي الطباع بانفصام تام عن الذات بتاريخها المبكي والمفرح والمحزن، والعيش داخل لحظات طويلة في جبة الباشا، في حياة موسومة بالخوف من السلطة وبالقرب منها وعشق السلطة، تركت في نفسية الفقيه الواعد والمؤرخ الملم بالأحداث وتسلسلها ونتائجها والمتحمل كذلك لمسؤولياتها والعاشق للسلطة في أبهى صورها، وامتد ذلك إلى شخصيته العجيبة أو لتأثيره على من يعيشون بالقرب منه أو حوله. من يكون المهدي الحجوي؟ وكيف استطاع المزج بين سلطة الفقيه الدينية وسلطة الباشا السياسية؟ وكيف استطاع أن يتناغم بين شخصيتين متناقضتين في ذات واحدة؟ وهل استطاع أن يتخلص أو يتحرر من سلطة الباشا التي تسكنه وحلم السلطة ومفاتنها؟ وكيف كان ينظر لأحكام الإعدامات في حق المقاومين المغاربة ومسؤوليته الأخلاقية والسياسية عن ذلك، وأحكام التعذيب والصعق الكهربائي والرمي بالرصاص والشنق والتعذيب للمقاومين المغاربة إبان سنوات الأربعينات والخمسينات، حينما كان باشا على مدينة وجدة يتحمل كامل المسؤولية فيها؟ ومن جهة أخرى، ما حكايته مع المقاوم المغربي محمد التهامي البرحيلي الذي وجه طعنات إلى عنق الباشا؟ أسئلة تضعنا للتعرف على مرحلة ملتهبة من تاريخ المغرب، وعن رجل له قدر كبير من الغرابة مثل ذاك الخنجر الذي انغرس في عنقه وظل يحمل ندبة منه وأوشاما على عنقه، عن بطش الباشا وكيف خدم الاستعمار في بوابة المغرب الكبرى المطلة على زحف الاستعمار من بوابتها الشرقية، واضعا رهان بلد على المحك. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، فلحكاية المهدي الحجوي أكثر من مدخل نظرا لتشعب شخصيته. المهدي الحجوي هو المهدي بن محمد بن الحسن الحجوي، من مواليد مدينة وجدة سنة 1904، وهي السنة التي بدأ يتأهب فيها المستعمر الفرنسي لدخول الأراضي المغربية. والده هو محمد بن الحسن الحجوي التعالبي، من كبار علماء القرويين، وقد عين سنة 1902 أمينا للديوان بوجدة، وأضيفت إليه مهمة أخرى سنة 1903 منصب مفتش الجيش المغربي المرابط بوجدة. وكانت له عناية خاصة بمدرسة سيدي زيان التي تعلم فيها الطفل ابنه المهدي الحجوي أصول اللغة والفقه على يد والده وعلى عدد من الشيوخ بالمدرسة. كان الطفل المهدي الحجوي
ذكيا يتمتع بنباهة كبيرة، يتعلم كيف يتعامل الأب مع المخزن ومع رجالات المخزن وأجهزته ومع رجالات المستعمر الفرنسي، وكيف احتل يعني المستعمر مدينة وجدة. وهنا بدأت الأمور تختلط على الكثيرين. كان الطفل المهدي وهو ينمو يتعلم كيف يخفي كل شيء ويتأهب للحظة راهنة، كما كان يوصيه والده وكما كان يعلمه في صغره بصرامة وبنوع من القسوة والغلظة. وكانت هذه هي اللحظات التي يطاردها الشاب، وهو يغترف من الفقه والأدب والتاريخ ومن الحياة السياسية التي يراها كل يوم بعينه أمام والده، ليصنع له اسما منحوتا مثل والده. وهو لم يكمل سن 40، وبفضل والده وشهرة عائلته والعلاقات المتشعبة مع محمد المقرن المتحكم في التعيينات الحساسة بالقصر الملكي، تم تعيين المهدي الحجوي باشا على مدينة وجدة بظهير شريف. كانت الحركة الوطنية تخرج من المداهنات ومن الكلام المعسول مع المستعمر ومن مرحلة المطالبة بالإصلاحات وحرية التعبير إلى المطالبة بالاستقلال جهرا، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية. وفي بداية الخمسينات وجد الباشا نفسه أمام مسؤولية جد صعبة. على سبيل المثال، ففي غشت 1953 رمت القوات الفرنسية بوجدة النار على المقاوم الديب عبد القادر وأردته قتيلا، وكذلك على بعلام الموسوي، وكذلك مات محمد بن الحسن المراكشي تحت تأثير الصعق الكهربائي. وكان الباشا المهدي الحجوي على علم بكل ما يقع من تحركات للمقاومين بالمنطقة الشرقية بفضل عيون المخبرين والجواسيس، ويتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية في كل ذلك. إضافة، استشهد لدى الشرطة دريس بن البكاي وأحمد بن مسعود والحسن الوكيلي وحسن بن مصطفى بن دريس وأحمد القرار والمكنوشي بومدين وأحمد القراري، وعددا لا يحصى من الرجال. كان للمهدي الحجوي قدرة كبيرة على التعبير بلغة الجسد، الإشارات والإيماءات والوعيد والصوت الجهوري والقسوة والغلظة، وعن المشاعر وهي المشاعر التي تسكنه، وعن النظرة القاسية والمخيفة وهو يأمر بتنفيذ أحكام قاسية. وهنا يجسد الغضب المتأصل في شخصيته وتقلصات عضلات وجهه، وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة أو بالكاد تفهم، مشيرا بأصبعه إلى هذا أو ذاك، مما منحته زخما لشخصيته الغريبة والمدهشة. لكن حكايته لن تستقر على هذا الحال، فهناك الكثير من الأشياء. أمام تزايد بطش المستعمر الفرنسي، استطاع المهدي الحجوي أن يتخلص من وعيه وبكل ما يشعر به في حياته اليومية ومن مخاوفه ورغباته وكل ما يصنع ضعفه الخاص، إلى رجل قوي وشرس مهاب الجانب وغامضا بشكل كبير.
مشهد سيحفر في ذاكرة الباشا المهدي الحجوي، ولن ينساه أبدا حينما قام المقاوم محمد تهامي البرحيلي بتوجيه طعنات إلى عنق الباشا الحجوي، ومشهد الدماء تتطاير وتدخل الحراس منهالين على محمد تهامي البرحيلي بهرواتهم وبالضرب حتى الممات. مشهد ثاني في أكتوبر 1955، أصيب الجلطي حميدة بوجدة برصاصة، ولكي لا يقع في الأسر شنق نفسه بحبل في شجرة مخافة أن يصل إلى رجال الباشا الذين لا يعرفون ولا الرحمة ولا الشفقة في قلوبهم. مشهد ثالث، السيدة آمنة البرحيلية وهي من عين بني مطهر ضبطت وهي تساعد المقاومين بالناظور بين وجدة والناظور في نقل الأسلحة، نالت قسطا كبيرا من الركل والشتم والتعنيف من قبل رجال الباشا، وقضت سنة بالسجن عين قادوس بفاس. والسؤال، بأي عين كان ينظر المهدي الحجوي إلى هذه المشاهد؟ مشهد رابع أكثر إيلاما وحزنا، فقد شهدت مدينة وجدة في 16 غشت 1953 مظاهرة دامية للتنديد بنفي محمد الخامس، ومنذ الانطلاقة شرع المتظاهرون بغضب يتملكهم بتحطيم واجهات المتاجر الفرنسية وإشعال الحرائق في السيارات والهجوم على الخونة والعملاء، وتدخل الجيش الفرنسي بالدبابات والمدافع الرشاشة، وسقط المئات من الشهداء المدنيين. وقد قدر المحامي شارل لوكران أن عددهم 1000 شهيد، كما أقر رئيس الناحية برونيل بإطلاق أكثر من 6000 رصاصة على المتظاهرين العزل. والسؤال، ما هي خطبة الجمعة التي قدمها المهدي الحجوي وأرواح الشهداء تزهق أمام عينيه في مسؤولية أخلاقية وسياسية كممثل للسلطات الفرنسية باعتباره باشا المدينة؟ وتلت المظاهرات حملة اعتقالات في زنازن المستعمر. كانت للمهدي الحجوي قدرة كبيرة أن ينتقل ويتحول بين شخصيتين دون إرباك يظهر عليه، بين الصرامة والقسوة، وبين تقديم المواعظ والنصح والإيحاء بالرجل الهادئ الذي يقدم الخير والمعروف والإحسان أولا دون انقطاع قبل أن ينتقل إلى الشخصية الثانية بكل ما فيها من الشرور والآتام. الحكاية لم تنتهي هنا، هناك فصل آخر في حياة الرجل، ابقوا معنا. كانت للمهدي الحجوي قدرة عجيبة وغريبة على الإبقاء وعلى صناعة هالة من الغموض تلف شخصيته، مما ينظر له الآخرون بنوع من الدهشة والمهابة ونوع من الترقب والطاعة العمياء. ما بين 1956-1958 خاض جيش التحرير في المنطقة الشرقية ما يناهز 65 معركة، وبلغت خسائره في الأرواح أكثر من 300 شهيد وأكثر من 25 من المفقودين. وهذه الأرقام تبرز حدة التحديات السياسية والبحث عن الصراع عن السلطة والدماء التي أريقت من أجل الاستقلال.
بمقدار الخير الذي كان يظهره الباشا لدى الجميع، كانت هناك نقاط من الظلام تسكن شخصيته، فكان رجلا لا يقاوم لحظات من الضعف والهشاشة الداخلية أمام النساء. وفي عمل مزدوج وتركيبي كان يقدم المهدي الحجوي حلقات علمية بالجامع الكبير وكذلك بجامع الباشا، والذي امتدت حتى سنوات 1955، كما ألف كتابا بعنوان المرأة بين الشرع والقانون، وكانت له زيارة خلال الأربعينيات إلى مكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج. تلكم باختصار هي شخصية الباشا المهدي الحجوي بكل ما تحفل من بتناقضاتها وعلاقاتها مع المستعمر ومع رجالات المخزن. توفي يوم 28 فبراير 1969 تاركا الكثير من الأسئلة دون أجوبة، وتاركا كذلك أكثر من علامات استفهام حول دوره أو دوره وتحمل مسؤوليته كباشا مدينة وجدة في أصعب فتراتها. في النهاية أتقدم إلى المصمم المغربي الشهير عبد اللطيف فضيل الذي أهداني هذا الجربادور الخاص بلمسات إبداعية جميلة جدا. كذلك الشكر موصول إلى كل المتابعين والمعلقين والمتفاعلين والداعمين للقناة، كل المنى، وإلى حلقة قادمة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.